مساء الخير عليكم، ورجعت لكم بفيديو جديد. معاكم رشا بيوتي. النهارده هتعمل لكم كيكه خطيره للناس اللي بتحب تخس وكمان تاكل حاجه حلوه. كيكه من غير دقيق ومن غير سكر. ايه ده؟ ازاي؟ معقوله؟ طبعا مع رشا بيوتي مفيش مستحيل. هقول لكم الطريقه، لازم تتابعوا الفيديو لغايه الاخر وتقولوا لي رايكم، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. انا كمان هدوق الكيكه، ريحتها تجنن. استنوا كده، الله، وطالعه بقى ايه، مش لازقه في ال، استنوا، تحفه. رجعت لكم من تاني، معاكم رشا بيوتي. النهارده هدوق معاكم كيكه عشان فظيعه، شكلها يجنن اصلا. خطيره خطيره بامانه، حلوه قوي وخفيفه. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الطريقة، تمام؟ يلا أشوفكم الفيديو اللي جاي. بصوا بقى يا بنات، النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة. مستين يكونوا مستويين، هترموهم مثلا، فما نرموهمش هنخليهم اهو. دي باخد الكوباية دي بملاها كاكاو، وهنا معلقة من دي بيكنج باودر، وهنا بيضتين، ومعاهم طبعا فانيليا. هضرب الخلطه كلها ماشي، وهدخلها الفرن هوريكم. بصوا، هرست البيض، الموز جدا ماشي، وبعد كده هدخل على البيض هرجه. تمام، يا سلام. وبعد كده هجمعهم كلهم في طبق كبير وهضرب فيهم. بصوا انا ضربتها كده بس حاساها خفيفه شويه، ممكن احط شويه، كاكاو تاني. بصوا بقى اهي تقلت شويه. انا جبت صينيه ازاز بس حطيت فيها ورق الزبده عشان ما تلزقش. هكبها وارجع لكم. بصوا بقى اديني حطيتها، ممكن تحطوا عليها فكه من فوق ماشي، ممكن تسيبوها كده. انا هدخلها الفرن على 180 ولما تطلع هوريها لكم. بصوا يا بنات، الكيكه طلعت تحفه. هي قعدت حوالي ربع ساعه في الفرن، انا شكشكتها، طلعت يعني السكينه طلعت نظيفه. استنوا اوريكم، شايفين؟ فيعني كده تمام. هطلعها من الصينيه واوريكم شكلها. بصوا بقى يا بنات، الكيكه طلعت، بصوا مش لازقه ازاي، شايفين القطعه دي؟ بقى تتشرب مع شاي مع قهوه براحتكم خالص. بس طبعا طول ما الحاجه اتعمل لها ماشت كده، يعني اتفرمت، بتبقى من الغلطات بتاعتنا. بس طبعا بتبقى غلطات صحيه، لان ما فيهاش سكر، ما فيهاش دقيق، ما فيهاش اي حاجه. ما نكترش يعني، ممكن لو خدتي لك قطعه الصبح او قطعه بالليل للناس اللي بتحب، بدل ما تاكلي بار شوكولاته ولا تاكلي بسكوت بالشوكولاته والحاجات دي، لا. بصوا دي حاجات خفيفه ما فيهاش اي حاجه، كمان للولاد تجنن. يلا بقى اللي يعملها يقول لي عملها ازاي ماشي، وطلعت حلوه ولا لا. طعمها يجنن وريحتها خطيره، وما فيهاش زفاره وما فيهاش اي حاجه. يلا هحطها لكم دلوقتي وتقولوا لي رايكم ايه.